بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي الطلاب. إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو رقم 6 سوف نشرح إيجاد النهائي إذا أعطاني جراف أو رسمة. الآن ننظر هنا، يطلب مني إيجاد قيمة النهائي للدالة F الX. F الX الرسمة موجودة هنا باللون الأزرق، F الX عندما الإكس تذهب للثلاثة من اليسار، الثلاثة من اليسار. أول شيء نفكر فيه أين إكس تساوي الثلاثة. ننظر أين إكس تساوي الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، إكس هنا ثلاثة. نرسم بالقلم رصاص عند الثلاثة، أوكي. الآن نشاهد أن الجراف باللون الأزرق يلمس أو يقترب من الخط المرسوم من جهة اليسار عند هذه النقطة، عند هذه النقطة. نلاحظ أن الواي لها تساوي السالب 2. أوكي، الآن يطلب مني من اليمين عند الثلاثة، عفوا هنا عند الثلاثة من اليمين، عند الثلاثة من اليمين ننظر إلى الجراف باللون الأزرق وبعد رسم الخط الأخضر، بعد رسم الخط الأخضر. الآن نلاحظ أن النقطة هنا من اليمين، النقطة هنا الواي لها هي 2، سالب 2، الواي لها سالب 2. أوكي، الآن نشاهد عند النهاية من اليسار سالب 2 ومن اليمين سالب 2، إذن هناك نهاية للدالة عند الإكس تذهب للثلاثة، الإجابة سالب 2، الإجابة سالب 2. أوكي، الآن يطلب مني إيجاد النهاية عند الصفر من جهة اليسار. أوكي، عندما الإكس تذهب للصفر نرسم هذا الخط عندما الإكس تذهب للصفر أو قيمتها صفر، هو محور الواي، هو محور الواي هنا. أوكي، لكن ننظر إلى الجراف، إلى الرسمة باللون الأزرق وهي رسمة F الإكس من جهة اليسار، هذا يلامس هنا من جهة اليسار، نلاحظ هنا من جهة اليسار. أوكي، الواي لها سالب ما لا نهاية، سالب واحد، ومن جهة اليمين هنا، أوكي، من جهة اليمين هنا أيضا سالب واحد. أوكي، نلاحظ من اليسار واليمين موجودة ونفسها تساوي السالب واحد، إذن النهاية عند الصفر تكون سالب واحد، سالب واحد. الآن يطلب مني النهاية عند السالب 2 من اليسار، عندما الإكس تذهب للسالب 2 من اليسار. السالب 2 يمكن وضع خط عندما الإكس تذهب للسالب 2، أين السالب 2؟ هذه الإكس قيمتها سالب 2 هنا. أوكي، ننظر للجراف، نلاحظ من جهة اليسار يقترب أو يلامس هذا العمود هنا، الواي له صفر، الواي له صفر. من جهة اليمين ليس هنا، حذاري تأخذ هذه القيمة. نحن ننظر إلى رسمة الجراف، رسمة F الإكس، هنا اليمين، هنا اليمين، أوكي، اليمين هنا كام؟ سالب واحد، سالب واحد. أوكي، نلاحظ اختلاف القيمة للنهاية من اليسار ومن اليمين، لذلك النهاية عند السالب 2 does not exist، غير موجودة، غير موجودة. الآن لنحسب النهاية عند الإكس تذهب للواحد من جهة اليسار، الواحد من جهة اليسار، أين الإكس تذهب للواحد؟ هنا الإكس تذهب للواحد، نرسم خط بقلم رصاص. أوكي، الآن من جهة اليسار، هنا من جهة اليسار، هنا اليسار. أوكي، أين رسمة الجراف؟ هنا اليسار، هذه النقطة تلامس أو تقترب من الخط المرسوم من جهة اليسار تساوي السالب واحد. من جهة اليمين، هنا اليمين، أوكي، نلاحظ أن هذه النقطة للجراف أقرب شيء للخط العمودي، والواي لها تساوي تقترب من 2، إذن الواي 2. نلاحظ الاختلاف من جهة اليسار ومن جهة اليمين، لذلك نقول النهاية عند الواحد does not exist، غير موجودة. الآن بعض الأسئلة، مثلا هنا يطلب مني قيمة الدالة F السالب 3 عندما الإكس تساوي السالب 3،
لإكس تساوي الثالب 3. عند حساب قيمة F يجب أن تكون النقطة مغلقة عند الإكس تساوي السالب 3. مثلا نرسم مستقيم عند السالب 3، الإكس سالب 3، أوكي. أين النقطة المغلقة؟ هذه هي النقطة المغلقة. كم الواي لها؟ واحد. الواي لها واحد. أوكي، إف الواحد، إف الواحد، الإكس تساوي الواحد. نذهب إلى الإكس واحد ونرسم أيضا مستقيم. أوكي، لا نأخذ هذه النقطة لأن هذه النقطة مفرغة، إنما نأخذ هذه النقطة. كم الواي لها؟ سالب واحد، سالب واحد. الآن عند الإكس تساوي السالب 2، أين السالب 2؟ نرسم مستقيم عند الإكس تساوي السالب 2. أين النقطة المغلقة؟ هنا النقطة المغلقة. الواي لها كم؟ سالب واحد. الواي لها سالب واحد. الآن حساب F الأربعة، الإكس تساوي الأربعة. نقوم بالعد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نرسم مستقيم هنا عند الإكس تساوي الأربعة، نرسم مستقيم. أين المستقيم؟ قطع الجراف، قطع الجراف هنا، والنقطة مغلقة، ويجب أن تكون النقطة مغلقة. الواي لها كم؟ الواي لها سالب أربعة. الواي لها سالب أربعة. الآن F السالب خمسة، أي الإكس تساوي السالب خمسة. نقوم بالعد، واحد، سالب واحد، ماينس تو، ماينس ثري، ماينس فور، ماينس فايف. هذه النقطة هنا. أوكي، كم الواي لها؟ كم الواي لها؟ صفر. الواي لها صفر. الآن F الاثنين، الإكس تساوي الاثنين، الإكس تساوي الاثنين. أين الاثنين؟ نرسم عمود. هذه سوري، هذه الإكس تساوي الاثنين هنا. نلاحظ تم قطع الجراف هنا. الواي له صفر. الواي له صفر. أوكي، شكرا عزيزي الطالب على متابعة الفيديو السادس، وإن شاء الله نلتقي في الفيديو السابع ومحور جديد في الوحدة، وهو الاتصال للدالة عند نقطة ما.